بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر احنا منك في نعمة وعافية. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، ما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد سأل حول حكم الزواج من كتابية أم الزوج رافضة لهذا الزواج، فكيف ترون الحكم في هذا الموقف؟ والفساد في باب الحل والحرمة، ولا لحله أن تكون بالمحصنات منهن العفائف العفيفات من الرجيم. اليوم أحل لكم الطيبات هم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات هن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذ أخدان. نص القرآن الكريم. أما ما ورد من قول الله سبحانه وتعالى تم تخصيصه أو تقييده بآية سورة المائدة، وهي من أول ما يرجى إسلامه، ولا يشترط لحل النكاح بها موافقة نفسه، لا يشترط لنكاحه ولاية. هو ليس كالمرأة التي لا الصحة والفساد من حيث الحل زواج صحيح، إلا ثوب من الكراهة. لماذا؟ لما يتوقع من مخاطر مخاطره البالغة إذا حدث انفصال بين الزوجين، ويقف هو أعزل أمام ترسانة من القوانين لا يمكنه، ومن اعتبر بالمآل في كل ما يأتي وما يذر من الأقوال والأفعال. بالحرص على ذوات الدين ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين يعني. رواه الشيخان
البخاري ومسلم. فإذا كنا في المسلمات وليست على خلق حسن وكيف عندما يتغير الزمان ويتغير المكان ويصبح العاقل من عرف زمانه. يعني مريد الزواج على بره بأمه وعلى صلة والفساد، موافقة أبيه ولا موافقة أمه، لأنه ولي نفسه ولا يعني هذا ولا تقر ويصدر لشحناء ونزاع مستمر. ينبغي أن يرضعها. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورته حول نوازل الأسرة الكتابية العفيفة صحيح، إلى بطلانه وللزواج بالكتابيات وإن كان مشروعا مخاطره البالغة سيدنا عمر بن الخطاب لنهيه عن الزواج بالكتابيات المومسات منهن. خطيرة على مستقبل الناشئة في حالات الطلاق ولا سيما وتعيشها أقلياتها المهاجرة بصفة خاصة. ابن الإمام مسلم يتزوج قال ما أحب أن يفعل ذلك، فإن فعل أن يفعل ذلك فإن فعل فقد فعل بعض أصحاب تزوج بنصرانية. أن طلحة ابن عبيد الله تزوج بنصرانية مشروع، لكن هذا وقع أيام عندما كانت الأمة في يكون مسلمون مغتربين. ينبغي أن يراجع الموقف. نحن لا نحرم ما أحد الله عز وجل، لكننا يعني أن تغيب عن ذهن المقيمين ابن قد سيطرت عليه هذه الفكرة وتعلمنا أنه لا سبيل لنا إلى أن نثنيه عن أن تبارك هذا الزواج، زوجة ابنها على دين الله عز وجل، لعل الله أن مفسدتين في مثل هذه المواقف. لا أن نثنيه عنها. طب نعمل احتقانات وحرائق داخل من خاف مخاطر، جائز لو وقفنا حوله ودعونا الله له عز وجل وآز
الله صدر وقلب زوجتي. رجلا واحدا خير لك من حمر إهلاكها بإصرارها على الكفر أو الردة. وأسأل الله لي ولنبينا محمد وعلى آله